السلام عليكم وأسعد الله مساكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة بالحديث عن القرار الجديد والذي سيتم تطبيقه رسميا بداية من يوم السبت 23 نوفمبر 2024، وأنهت الجزائرية لطرق السيارة إلى أن كافت مستعملي طريق السيارة أن تحويل مأسر حركة السير للمركبات المتوجهة نحو الجزائر إلى داخل محطات الدفع للعبور عبر الأروقة المخصصة لها، وذلك وفق الجدول الظاهر أمامكم الآن. وقال ذات المصادر أنه من أجل ضمان سلامة مستعملي طريق السيارة تم وضع إشارة تنبيه عند الاقتراب من محطات الدفع مع تحديد السرعة القصوى بـ30 كيلومتر لعبور المحطة. وقال ناشطون أن طريق السيار شرق غرب ربما سيصبح شبه مهجور لأن أغلب مستعملي الطريق سيسلكون الطرق القديمة تفاديا لدفع هذه التسعيرة.